أحسن الله إليكم شيخ صالح. هذا السائل أبو محمد من الرياض يقول: اشتريت أرض ونويت أبنيها سكن لي، ولكن لم تتوفر عندي سيولة، وقلت إن حققت سعر جيد أبيعها وأشتري بيت جاهز، هل عليها زكاة مأجورين؟ إذا نويتها للبيع ومر عليها سنة بعد النية فإنك تثمنها بما تساوي وتزكيها إخراج ربع العشر. أما إذا بنيتها أو بعتها قبل تمام الحول فإنها ليس فيها زكاة. نعم.